من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. الظلم والعدل ثنائي غريب، فأينما كان الظلم كان العدل، وكلما رقى العدل ليكون العدل الإلهي كان هنالك الظلم الإبليسي. لا أريد أن أطيل عليكم. مشهدنا اليوم عن الظلم الواقع على أس العدالة الإلهية. سيدة السماء الصديقة الشهيدة الكبرى عليها السلام الزهراء، وسنرى من تحذير آل البيت عليهم السلام للناس بضرورة تجنب ظلم الزهراء من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. قصة لحوارية بين الإمام الصادق عليه السلام وأحد أصحابه واسمه السكوني، فلنشاهد. اللهم بحق محمد وآل محمد هون كل أمر عسير. سكوني، مبارك ولادة زوجته. بارك الله بك. شكرا يا أخي. سكوني يا سكوني، مبارك لك فاطمة ونعم الاسم، فليحفظها الله بحفظك. ونعم الاسم، مع أني تمنيت أن يكون بكري صبي، ولكن الحمد لله. احمد الله يا سكوني، احمد هو فقط. الحمد لله. مبارك لك. ما لي أراك محزونا مغموما؟ ولدت لي ابنة. على الأرض ثقلها وعلى الله رزقها، تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك. ما سميتها؟ فاطمة. أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها. أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها. فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، واستمر الظلم على الزهراء عليها السلام. فهل من ناصر متفكر؟ هل من محيي لذكرها؟ هل من متخذ
لفكرها منهجا، هل من محامي يدافع عنها؟ إنها الحقيقة الكبرى والصديقة الشهيدة العظمى. هل من متفكر بمضمون القول العصموي؟ إن أمي الزهراء ماتت واجدة، إن أمنا الزهراء ماتت صديقة شهيدة. إلى اللقاء. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.